ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم او هنبدا شابتر 1 في ماده السولار، اللي هو اسمه السولار انجلز، الزاويه الشمسيه. نبدا شابتر الاول، زاويه عندنا اللي هي بيسموها اللاتيتيود انجل، اللي هو بيسموها ساعات الفاي. دي يا شباب بمعنى صح دي بتوصف اللوكيشن اللي انت فيه، المكان اللي انت فيه، اللي هو بيسموها او اللي انت عارفها بحته دايره العرض. اللي هي مثلا يا شباب لو انت شايف مثلا دي كده، مثلا لو دي مثلا كده الكره الارضيه، فانت لو انت مثلا موجود كده في البوزيشن ده على سطح الارض يعني، فانت عامل انجل اللي هي دي يا شباب اللي هي بيسموها ايه؟ الفاي. طبعا معلومه ليك يعني، بتكون عارف طبعا ان الفاي بتاعت منطقه كده زي كايرو في كام يا شباب بتكون ب 30 درجه. فانت عندك طبعا فوق دائره العرض اللي هي الزيرو بتاعك اللي هي خط الاستواء بيكون بالبوستيف، وتحت يا شباب بيكون بالايه؟ بالنيجاتيف. فلو انت في نص الكره الشمالي انت الفاي بتاعتك او اللاتيتيود انجل بتاعتك بيكون بالبوستيف، لو انت في نصف الكره الجنوبي بيكون شبه اللاتيتيود انجل بالايه؟ بالنيجاتيف. طبعا لو انت الفاي عندك ب 90 درجه معناه ان انت موجود بالظبط عند القطب الشمالي، لو انت عند نيجاتيف 90 معناه ان انت موجود عند ايه؟ عند القطب الجنوبي. دي شبه رقم بيكون جيفن معاك في السؤال، بيديك مثلا المنطقه الفلانيه ليها لاتيتيود انجل او فاي بكذا. تمام كده؟ دايره شبه الزاويه الثانيه اللي عندنا حاجه اسمها الاور انجل، اللي بيدوها رمز اوميجا، ودي يا شباب بتقيس لك زاويه انت ناقص لك انجل قد ايه على ما تكون الشمس مواجهه ليك. يعني مثلا يا شباب لو مثلا الكره الارضيه يا شباب مثلا بتلف بالمنظر ده بالاتجاه ده كده، وانت شايف مثلا موجود على خط الطول ده، خلاص كده انت شايف مثلا مكانك مثلا شاب هنا، وفي اللحظه دي يا باشمهندس كانت الشمس بتاعتي الريز بتاعتها او الاشعه بتاعتها شاب نازله في الاتجاه ده، فالمفروض ان انت هتستنى على ما الارض بتاعتك تلف بانجل اسمها اوميجا في الاتجاه ده. ساعتها يا باشمهندس الخط ده هيجي فين؟ هيبقى شاب مواجه لمين؟ للشمس. بالبلدي كده يا شاب انت قدامك زاويه اسمها اوميجا على ما تكون الشمس ايه؟ فوقيك بالظبط. يا شاب الاوميجا دي بنسميها مين؟ بنسميها الاور انجل. طبعا يا شاب هي ليها معادله تقول لك ان الاوميجا عباره عن 15 في التايم ناقص 12. يعني يا باشمهندس مثلا لو انت مثلا الساعه 11 الظهر قبل الظهر 11 اي ام، فانت هتكتب شاب هنا كام؟ 11، فتبقى 11 ناقص 12 في 15 يديك الاور انجل كام ديجري. طبعا شاب لو انت عند 12 الظهر بالظبط، فتيجي تعوض شاب في السؤال ده يطلع معاك الاور انجل بكام؟ بزيرو. وده اللي بيحصل ساعه الظهر، الظهر عندك شاب يكون الشمس ايه؟ فوقيك بالظبط، انت مش ناقص لك ولا انجل على اساس ان هي تيجي ايه؟ تيجي فوقيك. والاور انجل يا باشمهندس خد بالك من حاجه، بتطلع معاك ينفع قيمتها نيجاتيف او بوزيتيف. طبعا انت هنا بتاخد الابسوليوت فاليو بتاعك، بس انت تكون فاهم ان هي ليها اشارتين سواء نيجاتيف او بوزيتيف. امتى شاب تكون نيجاتيف؟ لو انت قبل الظهر بتاعك، يعني يا شاب بنسميها ايه؟ فتره المورنينج، صح كده؟ وتكون شاب بوزيتيف لو انت ايه؟ افتر نون، يعني بمعنى صح عديت ايه؟ عديت النوم بتاعك او عديت فتره الظهر، خلاص كده؟ يعني شاب مثلا لو الاوميجا عندك طلعت مثلا بنيجاتيف 30 درجه، فانت تفهم ان انت قدامك لسه 30 درجه الشمس الارض هتكون تلفهم على ما الشمس تكون ايه؟ قدامه بالظبط. لو مثلا شاب الاوميجا مثلا ببوزيتيف 12 درجه، فهي بمعنى صح كانت من 12 درجه الشمس جت ايه؟ كانت فوقيها بالظبط. ده شاب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاور انجل. طبعا شاب دلوقتي هي فانكشن في ايه؟ في التايم بتاعك بكام؟ الانجل يا شاب اللي وراها حاجه بيسموها الديكلينيشن انجل. دي شاب عباره عن ايه؟ المفروض ان هي برضه ليها معادله بتحسبها. الديكلينيشن انجل دي رمزها هي دلتا. المعادله شاب بتاعتها هي 23.45 في ساين 360 في حاجه اسمها ان، او شاب اللي هم بيسموها الجوليان ديت، زائد 284 على 365. طبعا شاب كل قوانين الماده دي كيف معاك، فانت بتحفظ قوانين. طب شاب هي الدلتا دي بتعبر عن ايه؟ انت شاب مثلا عارف ان الشمس في المنظر ده كده في النص، والمفروض ان الارض بتلف حواليها في مسار شاب بيضاوي كده بالمنظر ده. لا طبعا شاب انت كنت تكون عارف ان الاكس بتاع الارض اللي هو بيوصل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بيكون شاب مايل، مش بيكون بالظبط ايه؟ فيرتيكال في المسار ده. او شاب الميلان ده بيخلي ان الاكويتر بتاعك او خط الاستواء بتاعك يكون شاب دايما عامل انجل ايه؟ انجل مع الشمس. يعني شاب وصلنا كده شعاع شمسي من الشمس لغايه الاكويتر بتاعنا، هتلاقي شاب دايما ان هو بيكون عامل ايه؟ انجل اسمها دلتا. طبعا شاب كده طول ما الشمس الارض دي عماله تلف حوالين الشمس على مدار السنه، الدلتا دي يا باشمهندس عماله ايه؟ عماله تتغير. هتلاقي شاب بيتغير قيمتها من نيجاتيف 300 نيجاتيف 23.5 تقريبا لغايه بوزيتيف 23.5 على مدار السنه، يعني يوم 21 ديسمبر بكذا، يوم 21 مارس بكذا. لو انت واخد شاب بالك من حاجه، دي الايام بتاع بدايه الفصول، صح كده؟
وطبعا عشان اي يوم في السنه عايز تحسب فيه الدلتا بنعوض في المعادله دي، بحيث ان ال n دي هو ترتيب اليوم في السنه. يعني يا شباب مثلا يوم 1 يناير ده اول يوم في السنه، فليه n بكام؟ ب1. يوم 3 يناير ده اليوم يا شباب رقم 3 في السنه، فليه n بكام؟ ب3. يوم يا شباب مثلا 1 فبراير كان في قبليه 31 يوم في يناير، صح ولا لا؟ فعشان كده ده اليوم رقم كام؟ ها؟ رقم 32. طبعا يا شباب احنا مش بنحفظهم، انت شاب معاك كده زي جدول بيتنجبن معاك في الفورمولا شيت، يقول لك يا شباب مثلا لو انت مثلا في الشهر مثلا ابريل، لو انت شاب مثلا 6 ابريل، فده يا شباب اليوم رقم كام في السنه؟ تقوم داخل كده تلاقي ابريل ده بيقول لك ايه؟ 90 زائد الاي. الاي ده اللي هو يوم في يوم في الشهر بكام؟ فلو انت مثلا 6 ابريل هنعوض بالاي دي ب 6، يطلع معاك 96. يعني يا شباب بمعنى اصح الان ب 96، فاحنا مش بنحفظها. خلاص كده احنا بنجيب على طول ايه؟ الجيريان ديب من الجدول ده. يعني عشان مثلا في المساله دي كان بيقول لك يوم كام؟ يوم 10 جولاي. طب 10 شهر جولاي ده ان بكام؟ تقوم داخل شهر في جولاي اهي يوم 10، يعني هجمع على ال 181 الرقم بتاعي. يعني يا شباب بمعنى صح هيكون في الحاله دي سؤالنا هنا هيكون يا شباب الان بكام؟ ب 181 زائد 10، يعني كام؟ يعني 191. ده ترتيب اليوم في السنه. خلاص يا شباب ده بالنسبه للان رقم بيكون جيفن معاك تجيب منه مين؟ الدلتا بكام. طب احنا ليه يا باشمهندس بنحسب الدلتا والاور انجل والفاي؟ في الحقيقه يا باشمهندس انت بتكون عايز تحسب اخر انجل خالص اللي احنا شباب بنسميها مين؟ رقم 9، بنسميها شباب الانسيدنس انجل. بس يا شباب لما نيجي نبص عليها بنلاقي شباب ان هي فانكشن في 8 زوايا، فعشان كده يا شباب احنا بنحتاج نحسب مين؟ الثمان زوايا قبل ما نوصل للانجل رقم 9. فبالترتيب كده خلينا نشرحه. يبقى شباب اول انجل عندنا دي علاقه او ليها علاقه بالمنطقه بتاعتي، صح كده؟ تاني انجل ليها علاقه انت الساعه كام على مدار اليوم او التوقيت يعني. الانجل شاب اللي وراها ليها علاقه بمين؟ بترتيب اليوم في السنه، او بمعنى صح يعني ايه؟ اليوم بتاعك في التاريخ وهكذا. الانجل شاب اللي وراها او مجموعه الانجلز اللي وراها، ممكن برضو انجل رقم 4 دي مالهاش علاقه برضو بحاجه ممكن نشرحها على طول. الانجل شاب رقم 4 دي بنسميها التلت انجل او اللي هي زاويه الميل، او ساعات بيسموها الستوب انجل. دي شاب المجمع الشمسي بتاعك او السولار كولكتور بتاعك بالمنظر ده كده مثلا اهو. سيبك من كل الانجلز اللي حواليه، سيبك من كل الانجلز دي، انا يا شاب حاطه عامل انجل ايه مع الارض؟ يعني عشان لو احنا حاطينه كده على الارض بالظبط اهو كده، هو عامل انجل بكام على الارض؟ عامل انجل بزيرو. لو احنا شاب رفعناه كده الانجل بالمنظر ده، بالمنظر ده يا شاب كده بمعنى اصح اهي، مثلا شاب بيتك مثلا تكون بكام؟ 30 درجه، فساعتها شاب بيتك تكون 30 درجه. خلاص كده؟ فالتلت انجل هي زاويه ميل المجمع الشمسي بتاعك او الكوليكتور بتاعك بالنسبه للارض. لو البيت عندك بزيرو معناه ان هو هوريزونتال، لو البيت عندك ب 90 درجه شاب معناه ان هو ايه؟ ان هو شاب واقف بالمنظر ده، هو ايه؟ هو فيرتيكال. خلاص كده؟ طبعا الزاويه دي برده ما فيهاش مشكله. من اول شاب بقى الزاويه اللي وراها اللي هم زاويه الزينس انجل والسولار التيتيود انجل، والزاويه كمان اللي وراها اللي هي السولار ازموس انجل. الثلاث شاب زوايا دول هم زوايا شمسيه مالهاش شباب علاقه بمين؟ بالمجمع بتاعك. يعني شاب الجمله دي كده؟ يعني انا شاب لسه ما اشتريتش الكوليكتور، انا شاب كده بس جبت منطقه بقول ان انا هحط هنا محطه طاقه شمسيه مثلا، او احط هنا مثلا سولار كوليكتور. ففي المنطقه دي يا باشمهندس كده بتعرف عن ثلاث زوايا، زاويه اسمها الزينس انجل، وزاويه اسمها الالتيتيود انجل الفا، وزاويه اسمها الازموس انجل اللي هي جاما اس. ايه يا شباب الفرق بين الثلاث زوايا دول؟ تعالى يا باشمهندس كده نشرحه ببساطه. انت شباب عندك في نقطه اهي على سطح الارض بتاعتك، منطقه معينه عايز تبني فيها خليه شمسيه. المنطقه دي يا شباب كده بمعنى صح اول ما توقف عليها هتلاقي انت عندك ظهر عندك اربعه اتجاهات اللي احنا عايشين فيهم، اللي هم شباب مين ومين؟ عندك النورث والساوث والايست والويست. انا لسه يا باشمهندس ما حطيتش الكوليكتور بتاعي، صح كده؟ لسه عشان ما قلتلكش انا هبني الكوليكتور بتاعي اتجاهه عامل ازاي والشمس فين والكلام ده كله، انا لسه ايه واقف كده ولسه بشتري حته ارض جديده. خلاص يا باشمهندس اهي النقطه دي يا باشمهندس، النقطه دي كده لو الشمس يا شباب مثلا عندنا في النقطه دي مثلا اهي دي يا شباب الشمس بالنسبه لنا، هتلاقي شباب نزل كده شعاع شمسي من الشمس لمين؟ للنقطه بتاعتي دي، صح ولا لا؟ جميل جدا. انسى شاب بقى خالص الشعاع الشمسي ده، مش شاب النقطه دي دلوقتي في عليها نورمال، في عليها حاجه عموديه عليها، لو مثلا بنينا كده مثلا عمود كهرباء ولا حاجه ولا عمود نور في النقطه دي هيكون شاب كده بالمنظر ده، صح كده؟ او شاب ده كده بنسميه مين؟ بنسميه في النورمال دايركشن. ده شاب النورمال دايركشن شاب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للارض بتاعته. جميل لغايه دلوقتي؟ جميل. طب يا باشمهندس مش الشمس دي، مش الشمس دي ليها يا باشمهندس اسقاط على الارض؟ اه طبعا ليها اسقاط على الارض. عامل ازاي يا باشمهندس؟ عامل كده اهو،
اسقاطها يا باشمهندس الارض بالمنظر ده، اهو انا شايف مثلا بالمنظر ده صح كده؟ او شامل المثلث ده، المثلث ده جواه انجل يا باشمهندس اللي انت شايفها دي اسمها مين يا شباب؟ اسمها الفا اس، اللي احنا شباب بنسميها مين؟ بنسميها سولار التيتيود انجل، زاويه الارتفاع. فهمناها كده نجيبها ازاي؟ طب يا شباب الزاويه اللي واقفه دي اللي هي بمعنى صح المكمله بتاعتها اللي هي شاب بمعنى صح الفا اس زائد الزاويه دي هتساوي 90 درجه، بنسميها ايه يا باشمهندس؟ بنسميها سيتا زد. جميل يا شباب، سيتا زد دي الزنس انجل. بص يا شباب حتى تعريفها، هي الانجل بتوين الفيرتيكال او اللي هو النورمال على الهوريزونتال اللي هو شاب العمود النور بتاعي يعني، مع السولار بيم، مع الايه؟ مع الشعاع الشمسي. لكن يا باشمهندس السولار التيت انجل هي الانجل بتوين الهوريزونتال، الهوريزونتال اللي هو شاب الارض اللي تحت ده صح كده، مع مين يا شباب؟ مع السان بيم. وطبعا شاب بيقول لك ان هي المكمله بتاعت مين؟ بتاعت الزنس انجل، يعني هي زائد الزنس انجل تديك كام؟ تديك 90 درجه. جميل كده؟ اللي مش متخيله معايا بص شوف كده، ده فيديو كده ممكن نبص عليه مع بعض. بص كده ده شاب زي ما اتفقنا، هي حته الارض بتاعتي احنا لسه ما بنيناش كوليكتور او حاجه. حتى يا شباب انت عندك مثلا كده ايه؟ هنا الشمس هي ادي الاشعاع بتاعها نازل هنا. لو احنا يا شباب ده كده الصن راي بتاعنا، دي البوينت بتاعتنا. فلو احنا شباب عملنا اسقاط من الشمس هنا للارض في نقطه مثلا اسمها كيو ولا حاجه، ووصلنا يا شباب بخط بالمنظر ده، ده شكل البروجيكشن بتاع الصن رايز صح كده؟ ساعتها يا شباب الانجل دي اسمها الالفا. تمام كده؟ ولو جينا يا شباب كده نجري شويه هتلاقي يا شباب ايه؟ ده كده النورمال على الهورزونتال. اهو شباب بقيته اسمه مين؟ اسمه سيتا زد. انا مش عايز من الفيديو اكتر من كده. انا لسه لغايه دلوقتي ما حطيتش ايه؟ ما حطيتش يا باشمهندس الكوليكتور بتاعه. خلاص كده؟ اهو شاب بقى الزنس انجل دي ليها معادله تقول لك ان كوزاين سيتا زد، كوزاين الزنس انجل هي عباره عن مين؟ كوزاين فاي اللي هي الاتيتيود انجل، مع كوزاين دلتا اللي هي الديكلينيشن انجل، مع كوزاين الاور انجل اللي هي الاوميجا، زائد ساين الفا اسف فاي زائد ساين دلتا. يعني بمعنى صح عشان نحسب سيتا زد لازم اعرف المنطقه هي ايه؟ والتاريخ هو ايه؟ وكمان الساعه كام؟ يطلع شباب ساعتها معايا مين؟ السيتا زد بكام؟ خلاص كده؟ وطبعا مش محتاج اقول لك ان مفيش معادله للالفا اس. ليه؟ لان انت لو جبت سيتا زد فهي 90 ناقص السيتا زد ايكوال مين؟ ايكوال الالفا اس، لان هم مكملين بعض. يعني لو انت عشمان في معادله فدي كوزاين سيتا زد ايكوال الكلام ده، يبقى يا باشمهندس مين؟ ها؟ ساين الفا اس هي نفس الايه؟ نفس الكلام ده، لان كوزاين سيتا كوزاين الفا اس هي نفس كوزاين ايه؟ سيتا زد. خلاص كده؟ برضه يا شباب كان في كده حاجات بنلعب بيها ساعات في المسائل، يقول لك يا باشمهندس لحظه السان رايز والسان سيت. هو شاب ايه لحظه ايه المميز في لحظه شروق الشمس ولحظه غروبها؟ ان شاب بيكون زاويه ارتفاع الشمس بكام؟ بزيرو. الالفا عندك يا باشمهندس دي بتكون بزيرو. ليه يا باشمهندس؟ لان الشمس بتكون ايه؟ ها؟ لسه بتشرق، لسه شاب بتطلع، ما بيكونش شاب ليها ارتفاع عن سطح الارض. صح كده؟ ساعتها شاب بيكون الالفا اس بزيرو. يعني شاب الفا اس بزيرو دي لحظه لحظتين على مدار اليوم. لحظه السان رايز شروق الشمس ولحظه مين؟ السان سيت. فهو انا شباب قلت لك مثلا هات لي الساعه اللي بيشرق فيها الشمس او بتشرق او بتغرب فيها الشمس، تعمل ايه؟ تحط يا باشمهندس في المعادله اللي فوق دي الفا اس بزيرو، او تحط يعني سيتا زد بكام؟ ب 90 درجه. يطلع طبعا عشان في منطقه معينه في يوم معين هيطلع معاك قيمه للاوميجا اس. صح كده؟ يعني شباب لو هنا دي كده بزيرو، بص كده معايا المعادله دي، لو حطينا زيرو ايكوال كوزاين فاي دي جيفن، كوزاين دلتا دي جيفن، كوزاين اوميجا اس، اس دي سبسكريبت لسان رايز وسان سيت، زائد ساين فاي ها ساين دلتا، يطلع عشان مين معاك القانون الوحيد؟ الاوميجا. يعني منطقه معينه في يوم معين على مدار السنه الشمس بتشرق الساعه كذا او بتغرب الساعه كذا، لما يطلع عشان معاك اوميجا اس دي، اوميجا اس دي حط منها قيمتين، قيمه بوستيف وقيمه نيجاتيف. عارفين يا شباب مين القيمتين دول؟ دول بتوع السان رايز والسان ايه؟ والسان سيت. ليه يا باشمهندس؟ لان انا شباب قلت لك فوق الاوميجا اقل من الصفر، يعني رقم بالنيجاتيف ساعه قبل الظهر ساعه السان رايز يعني، وبتكون الاوميجا بعد اذان الظهر، يعني بمعنى صح الافتر نون بيكون رقم بالايه؟ البوستيف. يعني انا شباب اعمل ايه بالاخر؟ لما انا شباب احط القيمه دي كده بزيرو واظبط المعادله دي هوصل منها ان كوزاين اوميجا ايكوال الكلام ده، اللي هو يعني ايكوال الكلام ده، يعني مش بحب احفظ معادلات بس يعني هنوصل فيها خاصه المعادله دي، معايا كوزاين اوميجا ايكوال الكلام ده، يعني ينفع اجيب الاوميجا بكام؟ بعد شباب ما اجيبها خد القيمه النيجاتيف بتاعتها، هات منها التايم بكام، خد القيمه البوستيف بتاعها هات التايم بكام.
كده شباب انت معاك التايم بتاع السان رايز ومعاك التايم بتاع السان ايه؟ السان سيت. لو طلب شباب منك كمان على مدار اليوم ده طول النهار كان بكام؟ هطرح يا شباب مين؟ ساعة شروق الشمس من ساعة ايه؟ من ساعة غروبها. يعني شباب مثلا لو مثلا بتطلع مثلا الساعة 7 وبتشرق او بتغرب مثلا الساعة مثلا 15، يبقى شاب طول النهار قد ايه؟ 15 ناقص 7 يطلع معايا الدي لينس قد ايه؟ اللي هو السان سيت ناقص السان رايز، ده لو طلب مني طول النهار. خلاص كده؟ دي شباب الزاوية عندنا رقم كام؟ رقم 6. الزاوية يا باشمهندس اللي وراها بيسموها السولار ازموس انجل، ودي شاب برضو هي زاوية ايه؟ زاوية شمسية. يعني يا باشمهندس زاوية شمسية؟ يعني شاب لسه ما لهاش علاقة بالكوليكتور بتاعي. طب شاب فين الجاما اس دي؟ قال لك يا باشمهندس بالراحة، فاكر الرسمة دي؟ قال لك اه فاكرها. فاكر يا باشمهندس لما عملنا بروجيكشن مع الارض، فاكر شاب الخط ده مش ده خط البروجيكشن؟ ايوه يا باشمهندس فاكره. شاب خط البروجيكشن نفسه بيعمل انجل مع اتجاه الساوث. الانجل دي شاب بسميها مين؟ بسميها جاما اس. يعني شاف الفيديو بتاعنا مش عارف كان شارحها او لا، لما نيجي نكمل كده اهي هتلاقي شاب ان هو بيقول لك ايه؟ لو عمل الباقي بتاع الانجل دي اهو، الانجل دي شاب كده بالمنظر ده، دي شاب بيسميها مين؟ بيسميها الجاما اس، او اللي هي السولار ازموس انجل. خلاص كده؟ وطبعا شاب كده اتجاه قياسها بالبوستل. يعني ايه شاب ده اتجاه قياسها بالبوستل؟ يعني يا باشمهندس مثلا لو الشمس مثلا كانت هنا وعملنا شاب بروجيكشن اهو اهو مثلا، ساعتها دي برضو كده اسمها جاما اس، بس شاب هتكون بايه ساعتها؟ بالنيجاتيف. يعني شاب ده كده اتجاه النيجاتيف بجاما اس، ده اتجاه البوزيتيف لجاما اس. عشان ما تتلخبطش، عشان ما تتلخبطش، اي حاجه قبل الظهر بالنيجاتيف، وانت عارف ان الشمس قبل الظهر لسه شاب ناحيه مين؟ ناحيه الشرق، ما جاتش لسه ناحيه الغرب، فيا شاب لسه هيكون اتجاهها بالايه؟ بالنيجاتيف. خلاص كده؟ طب شاب اجيب الجاما اس دي منين؟ ها برضه شاب ليها معادله اهي، بيقول لك جاما اس دي شاب كلمه ساين اوميجا، يعني بتاخد نفس اشاره الاوميجا، سيبك منها دلوقتي. جاما اس ايكوال الكلام ده اهي، عوض هات الجاما اس بكام؟ وبعد ما تجيبها، بعد ما تجيبها يا باشمهندس هي فانكشن في مين؟ في سيتا زد وفي الالفا، اسف في الباي اسف، والدلتا والباي وسيتا زد. بعد ما احسبها حط جنبها نفس اشاره مين؟ الاوميجا. يعني لو الاوميجا بوستر حط بوستر، الاوميجا نيجاتيف حط نيجاتيف. خلاص يا باشمهندس؟ الزاويه رقم 8، 8 اللي قبل الاخيره اسمها يا باشمهندس السيرفس ازموس انجل. ايه شباب بقى قصه الانجل دي؟ احنا شباب عارفين خلاص ان انت عندك في اربع اتجاهات اهم، اللي هم النورث والساوث والايست والويست. انا يا باشمهندس حطيت الكوليكتور بتاعي بالمنظر ده اهو مثلا. ادي يا باشمهندس مين دي؟ دي البيتا. الكوليكتور يا باشمهندس نفسه كده كده انت عندك هنا شايف ده شباب الخط ده؟ الخط ده شباب هو النورمال على مين؟ على الارض. نورمال تو هوريزونتال، نورمال شباب على ايه؟ على اتجاه الافق على الارض. لكن يا باشمهندس انت عندك في نورمال تاني بس على ايه؟ ها؟ على الكوليكتور نفسه. الشباب الكوليكتور ده كده في شاب ايه؟ نورمال عليه، نورمال شاب على مين؟ على الكوليكتور. او شاب النورمال ده اعمل له شاب مين بقى؟ اسقاط على الارض. هو يا باشمهندس مثلا بالمنظر ده. بعد شاب ما اعمل له اسقاط على الارض، قيس يا جماعه زاويه ميله مع الساوث. اسمها شاب ايه ساعتها بقى؟ بيسموها جاما، بس مش جاما اس، مش جاما سولار. يبقى شاب ايه السيرفس ازمت انجل دي؟ هي الانجل بتوين البروجيكشن بتاع النورمال على السيرفس مع الهورزونتال بلين على مين؟ الساوث دايركشن. خلاص كده؟ برضو كده تعالى نشوفه في الفيديو. انا كده خلاص خلصت كل الزوايا الشمسيه، صح كده؟ ماشي. بعدين يا باشمهندس هيبدا يا شاب يحط مين؟ يحط الكوليكتور بتاعه. اهو شاب ده كده الكوليكتور شاب بتاعه. دي كده شاب سماها مين من شويه؟ سماها البيتا، اللي هي مين؟ التلت انجل او سلوب انجل، صح كده؟ ماشي. وبعدين يا شباب عندنا مين كمان؟ في النورمال على الفلاب بليت. حلو كده؟ ده النورمال على الانكلاين سيرفيس، غير النورمال اللي كان على الهوريزونتال من شويه. سيبكوا دلوقتي هنا كان بيعرف السيتا، بس يعني انا هجري شويه بالخطوات، سيبكوا لسه ما شرحتش السيتا. او شباب النورمال، النورمال يا جماعه ده بص هينزل منه بقى ايه؟ هينزل شباب منه بروجكشن دلوقتي على الارض، ولما ينزل يقوم موصل منه وقيس يا جماعه دلوقتي مع مين؟ مع الساوث برضه. ادي يا باشمهندس دلوقتي هي مين؟ هي الجاما، بس مش الجاما اس. خلاص كده؟ دي شاب مين؟ الجاما. برضه شاب اتجاهها قياسها بوستيف ناحيه الويست ونيجاتيف ناحيه مين؟ ناحيه الايست. يعني شاب الاتجاه كده اللي في الرسمه ده، ده البوستيف جاما. لو رسمناه شاب الناحيه الثانيه
لو كان الكوليكتور نفسه بيبص الناحية التانية فتبقى الجواب بالإيه؟ بالنيجاتيف. خلاص؟ ماشي، نرجع شبه كده تاني بقى. آخر أنجل عندنا اللي هي أهم أنجل شبه، اسمها مين؟ اسمها الانستنس أنجل. إيه يا جماعة الانستنس أنجل دي؟ إيه شبه المرسومة عندنا دي؟ دي الزاوية يا باشمهندس بين الشعاع الشمسي والنورمال اللي على إيه؟ اللي على الكوليكتور. دي يا باشمهندس اللي كان نفسي دايماً تكون بكام؟ تكون بزيرو. لو أنت شبه عامل كوليكتور بديزاين مظبوط، هو دايما يا شباب بيكون بيبص على مين؟ بيبص على الشمس. يعني شباب لو وصلنا شعاع كده شمس للكوليكتور هلاقي شباب بالظبط هو عمودي عليه. انا نفسي يكون كده، نفسي. بس شباب طبعا نتيجه ساعات عيوب في الديزاين بتاعك بيكون يا شباب في انجل بين النورمال ومين؟ وبين الشعاع الشمسي. فيا شباب طب ما انا صح كده الكوليكتور ما بيكونش باصص على الشمس بالظبط، بيكون يا شباب باصص في ايه؟ بانجل كده. انت نفسك تكون شمس دي بكام؟ تكون دايما بزيرو، صح كده؟ كده شباب انت عامل فول تراكنج، او بمعنى صح كده ايه، زي ظهرت عباد الشمس كده، انت بتبص على الشمس بالظبط. غير لو كانت مديه ايه؟ مديه انجل كده صغيره، فبتخلي الاشعاع الشمس اللي نازل تحس ان الكوليكتور بيحس بشعاع شمس ايه؟ اقل. يعني شباب مثلا لو نازل من الشمس مثلا 700 واط، فاللي بيوصل شباب للكوليكتور 700 كوزاين سيتا، رقم اقل شويه. فهمت قصدي؟ طب شباب انا دايما بحب احسب مين؟ بحب شباب احسب السيتا دي. بحسبها شباب ازاي؟ عباره يا شباب عن معادله ثلاث تستر، شايفينها؟ معادله ثلاث تستر كلها الانجلز التبعيه اللي لسه عمال احكي فيها، الالفا بقى والفاي والدلتا ومش عارف مين. طبعا ده كده فورمال المعادله. في معادله ثانيه ممكن اشتغل بيها تجيب لك برضه سطر واحد بس لو انت مش واخد بالك ان عشان تشتغل بيها لازم تجيب الست زد الاول، ودي اصلا بمعادله، ولازم تجيب الجاما اس، ودي برضه بايه؟ بمعادله. فهمت قصدي؟ فهي برضه ايه، مفيش معادله سيمبل. فانت هي اصعب انجل عندنا اللي هي السي، واللي شكل مرسومه في الفيديو بقى فين؟ اهي اللي انا جربتها لكم. انت شاب عندك الكوليكتور نفسه في نورمال اهو، صح كده؟ وفي انجل نازله من الشمس، اهي شايف الزاويه بينهم اسمها ايه؟ اسمها السيتا. خلاص يا باشمهندس؟ ده شكل كده ملخص لشابتر 1، انا كده خلصت وخلاص. هو بيعلمك بس حته ايه؟ السولار انجلز. هبدا احل في مثال الشيت. نكمل شوية كده مع بعض. الصورة رقم 1 عندنا في الشيت، ده كده شاب شيت 1. شيت 1 تقريبا هو 5 او 6 مثال مش فاكر، بس يعني هنحاول نغطيه كله ان شاء الله يعني النهارده والمره الجايه. بيقول لك شاب فاين السولار التيتيود، عايز شاب مين كده؟ عايز الالفا اس، وعايز الازموس اللي هي الجاما اس، عند 1 اور افتر اللوكال نون، يعني بعد الظهر بالظبط بعد اللوكال نون بساعه. يعني شاب الساعه كام؟ الساعه 13 اللي هي الساعه 1 اهي، يوم 10 جولاي، في مكان كان ليه لاتيتيود انجل 35. عشان بنديك مين كمان؟ بنديك الفاي ب 35 درجه نورث، يعني بوست ب 35 درجه. وعايز كمان السان رايز والسان سيت والدي لينس، يعني عايز التي سان رايز والتي سان سيت ومين؟ والدي لينس. طبعا عشان سؤال تعويض مباشر، وكل مسائل الشده تعويض مباشر. احنا بس بنعلمك ازاي تعوض بايه؟ تعوض في المعادله. اول حاجه شاب اللي هي السولار التيتيود انجل، دي شاب لما نرجع كده هنا تاني. السولار التيتيود انجل اللي هي الالفا اس ما كانش ليها معادله زي ما اتفقنا، فانا شاب كنت بجيبها منين؟ من معادله السيتا زد اهي. المعادله دي يا شباب، المعادله دي هي ساين ها الفا اس، صح كده؟ فانا هكتب كده المعادله معاكم، يبقى ساين الفا اس ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال كوزاين فاي، صح كده؟ كوزاين دلتا، انا طبعا مش فاكر انا بنقلها من حاجه يعني، كوزاين اوميجا زائد ساين فاي ساين دلتا. تعالى عشان نشوف مين معانا في الكلام ده. الفاي معانا 35 زي ما هي نكتبها، الدلتا شال لسه ما جبناهاش، دي فانكشن في مين؟ في ترتيب اليوم في السنه. فالدلتا شال كان ليها معادله تقول لك ان الدلتا ايكوال 23.45، صح كده؟ بساين 360 في ان زائد 284 على 365. طب يا شباب بكام ال ان هنا؟ فاكر لما شرحنا من شويه طلعت معاك ال ان بكام؟ ب 191. نعوض هنا تطلع معاك الدلتا ب 22.239. طبعا يا شباب بناخدها باشارتها زي ما هي وبحطها ايه؟ وبحطها هنا كده. الكوزاين دلتا كمان معايا. طب كوزاين اوميجا؟ الاوميجا لسه مش معايا. طب الاوميجا يا باشمهندس ايكوال كام؟ الاوميجا ايكوال ها 15 في التايم ناقص 12، يعني 15 صح كده في 13 ناقص 12 اللي هي بكام يا شباب؟ بواحد، يعني 15 درجه.
يبقى شبكة انا معايا مين كمان؟ معايا الاوميجا، اكتب هنا زي ما هي كده 15. طب الفاي جيفن ب 35، طب الدلتا حسبناها ب 22.239، يطلع معاك يا شباب من هنا على طول الفا اس ايكوال 71.7 ديجري، صح كده؟ المطلوب يا شباب اللي وراه عايز مين؟ عايز جاما اس، هي كمان شباب كان ليها ايه؟ كان ليها معادله، افكركم كده بيها اهي اهي المنظر ده. لسه ليه دي يا شباب؟ هي ليها نفس ساين الاوميجا في ايه؟ في الكوزاين والكلام ده. تعالى كده نكتب المعادله نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. إيه هي واخده ساين الاوميجا صح كده؟ في مين يا شباب بقى؟ في كوزاين ماينس 1 لكوزاين سيتا زد ساين فاي ماينس ساين دلتا على ساين سيتا زد. زي ما اتفقنا احنا بنحفظ المعادلات، المعادله بتكون معانا جدا كوزاين فاي. الدلتا حسبناها شباب من شويه، الفاي كانت جيفن، دي على فكره ما حسبناهاش، بس لو انت مركز كوزاين سيتا زد هي نفس ساين الفا اس، وانت كان معاك ساين الفا اس بكام؟ فهي هي شباب بالظبط مين؟ كوزاين سيتا زد. فانت الرقم ده معاك والرقم ده كمان معاك، لان انت خلاص كده معاك سيتا زد بكام؟ انت لو معاك كوزاين سيتا زد صح كده؟ هتجيب من هنا مين على طول؟ سيتا زد، تقوم واخد لها مين بقى؟ واخد لها ساين سيتا زد. تقوم معوض بيه هنا وكوزاين فاي جيفن، يطلع معاك يا شباب من هنا طبعا ساين الاوميجا كانت بالبوستيف، لو تفتكر اوميجا كانت بكام؟ بوستيف 15، يبقى يطلع شباب معاك هنا كام؟ بوستيف 49.78 ديجري، دي الجاما اس. مطلوب اللي وراه عايز السان رايز والسان سيت والدي لينس. ماشي، لو احنا شباب مركزين معانا انا قلت لك النوت دي ورا، قلت لك شباب لحظه ما تكون الفا اس بزيرو يبقى على طول اوميجا بتاعت السان رايز واوميجا سان سيت بكام يا شباب؟ بكوزاين ماينس 1 لنيجاتيف 10 فاي 10 دلتا. يبقى الاوميجا نفسها ساعه السان رايز او السان سيت ها بنيجاتيف 10 او يعني نيجاتيف ايه؟ يا كوزاين ماينس 1 نيجاتيف الكلام ده ماشي. يبقى كوزاين ماينس 1 نيجاتيف 10 فاي 10 دلتا. كده انا معاك الدلتا ومعاك الفاي، هات كوزاين ماينس 1 تطلع معاك الاوميجا من هنا ب 106.64. خدها مره يا باشمهندس في البوستيف، اهي بوستيف 106.64، وخدها مره بالنيجاتيف، نيجاتيف 106.64. والله لما تكون بالنيجاتيف سويها بكام؟ ايه قانون الاوميجا يا باشمهندس اصلا؟ قانون الاوميجا هو 15 في التي ناقص 12، يطلع معايا من هنا التي ب 4.89. لما اعوض شاب هنا ب 15 تي ناقص 12 يطلع معاك التي ب 19.11. هنا شاب الساعه 4 89، هنا شاب الساعه 19 وكام؟ و11. خلاص كده؟ طبعا انت ممكن على الاله تحول من ديجري لارقام، يعني تحول من 19.11 تحولها انت لديجري، يطلع ديجري ومينت. يعني هنا شاب مثلا 4.98 دي اكتبها على الاله هتطلع مثلا معاك الساعه 4 مثلا و52 دقيقة مثلا، ينفع تحول عادي على الآلة. هنا شاب بقى لو طرحنا الاثنين شاب دول من بعض يديك مين؟ ها يديك الديلنس. طيب يا شباب الديلنس في المطلوب الأخير ايكوال 19 11 ماينس 4 8 9 يطلع معاك 14 22، يعني شاب طول النهار في اليوم ده هو 14 ساعة وإيه؟ و22 دقيقة. خلاص كده؟ ماشي. السؤال اللي وراه بيقول لك أنت عندك فيه تقريبا السؤال ده احنا حليناه في الكليه، عندك شاب في سورفس مايل بانجل 30 درجه، دي شاب مين كده؟ دي البيتا فروم الهوريزونتال وبوينتد متوجه 20 درجه ويست الساوث. اتجاهاتنا شاب اهي نورث ساوث وايست وويست. عندك شاب في كوليكتور بالمنظر ده اهو انجل ميله 30 درجه، خلاص خلصنا منها، ده الجيفن الاولاني. الجيفن الشاب التاني ان هو بوينتد ان هو متوجه ناحيه ويست الساوز ب 20 درجه. يعني اعمل ايه يا باشمهندس؟ ادي النورمال على البلين اهو على السيرفس الكوليكتور بتاعي، انزل بيه بروجيكشن هتلاقي شاب متوجه ناحيه مين؟ ها
ويست الساوث بالمنظر ده ب 20 درجه. هو عايز شاب يقول لك ان الجاما ب 20 درجه. جامت مين؟ جامت الكولكتور مش جامت الشمس. موجود في مكان 25 درجه نورث لاتيتيود، يعني الفاي ب 25 درجه. احسب لي يا باشمهندس الانستنس انجل، عايز الثيتا بكام؟ 2 اور افتر لوكال تايم، يعني الساعه 14 في يوم 20 مايو. حاضر يا باشمهندس. انا هنا ممكن اشتغل والله باي طريقه انا عايزها. ممكن اشتغل بمعادله سطر واحد بس، ممكن اشتغل بمعادله ثلاث اسطر. لما نيجي مثلا نبص على المعادله، انت طبعا لازم تكون في الامتحان مهيئ بالاثنين، لان انت ما بتكونش عارف ايه المعادله اللي هتجيلك في الفورمولا شيت، فانت تكون بتعرف تتعامل مع الاثنين. يعني انا انصحك في السؤال بتحله بالمعادلتين. لو جينا شاب نحله بالمعادله الاولانيه، كوزاين ثيتا كوزاين ساين مثلا، او كوزاين ثيتا ايكوال كل الكلام ده، انا مين معايا؟ انا محتاج اشوف ايه في المعادلات دي. محتاج الفاي، عد كده معايا، محتاج الفاي، واحتاج كمان الدلتا اهو، ومحتاج البيتا ماشي، ومحتاج خلاص دي قلناها، محتاج الجاما، محتاج البيتا قلناها، فاي دلتا، محتاج الاوميجا، بيتا دلتا كده. دي خاصة الانجل زي ما محتاجها. يعني شباب عشان احل السؤال ده محتاج مين؟ محتاج الخمس حاجات دول لو انا عايز احل بالمعادله الاولانيه. عشان كده ناخدهم ونروح على ايه؟ على السؤال. مين شاب من دول معانا؟ الفاي كانت جيفن اصلا، البيتا جيفن هي كمان، الدلتا جيفن هي كمان. يبقى لي شاب مين؟ يبقى لي الدلتا، ويبقى لي الاوميجا. الاوميجا يا شباب بتساوي كام على طول سهله دي؟ 15 في التي ناقص 12، والتي معانا بكام؟ ب 14، يعني يطلع معاك 30 درجه. مش محتاج. يبقى لي شاب بس مين؟ الدلتا. والدلتا يا باشمهندس ايكوال كام؟ 23.45 في ساين مش عارف كام، حاجات كده فانكشن في الان. والان يا شباب ده ترتيبك في السنه. انت عندك يوم 20 مايو حسب الجدول ده، 20 مايو ده ترتيبها كام؟ ادي مايو اهو، 20 مايو يعني اجمع 120 زائد كام؟ ده 20، تطلع معاك 140. يعني الان عندنا ب 140. يعني الان شاب معايا يعني اعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الدلتا. كده الخمس زوايا معايا، يبقى اعرف شاب احسب مين؟ السيتا. لو حسبت شاب السيتا في السؤال ده هتطلع معاك بالمعادله اللي هي الثلاث توستر دي، هتطلع معاك ب 30.6، 30 درجه و6 من 10. ممكن انت بقى تشك بنفسك كده وتحاول تحلها بايه؟ بالمعادله اللي هي سطر واحد بس. خد بالك من حاجه، المعادله اللي سطر واحد دي بحتاج فيها حاجتين زياده. بحتاج فيهم الجاما اس، ودي ليها معادله هحتاج اعوض بيها الاول، واحتاج كمان الثيتا زد، ودي كمان ليها معادله. احتاج كلمه الثيتا زد لوحدها، لان بحتاجها كوزاين وبحتاجها كساين. فانا يعني هتكون خطوات اطول شويه. انت بقى ومعاك اللي يريحك، بس المفروض تطلع نفس النتيجه طبعا في الاخر. خلاص كده؟ السؤال رقم ثلاثه هو سؤال برضه سيمبل خالص، بس يعني فيه خطوات ازيد. بيقول لك يا جماعه احسب لي السولار التيتيود، عايز الالفا، وكمان عايز السولار ازموس، عايز الجاما، لمكان على لاتيتيود يعني الفاي بتاعتك ب 40، الساعه 10 اي ام سولار تايم، يعني التي عندك بكام يا شباب؟ ب 10، تايم عندك ب 10، يوم 10 مايو، يوم 10 مايو. وبيقول لك يا باشمهندس ايه كمان هي الثيتا؟ عايز كمان الثيتا في ثلاث حالات بقى. الحاله الاولانيه ان هو يكون البليد بتاعك ليه بيتا ب 50 درجه، مايل بانجل 50 درجه، وفيسنج 30 درجه ايست اوف ساوث، يعني شاب الجاما بتاعته بناقص 30 درجه، لان هو بيشاور ناحيه مين؟ ناحيه الشرق مش ناحيه الغرب. خلاص كده؟ الحاله شاب الثانيه ان هو يكون هورزونتال، يعني البيتا شاب بكام؟ ب 90. والحاله الثالثه ان هو يكون فيرتيكال بس فيسنج ويست. الحاله الثالثه ان يكون فيرتيكال يعني بيتا ب 90 وفيسنج ويست، فيسنج ويست يعني باصص ناحيه الغرب، يعني الجاما بتاعته بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 90. دول يا جماعه ثلاث حالات. الثلاث شاب حالات دول لو انت واخد بالك هو عايز شاب يحسب مين في الاول؟ عايز يحسب السولار اتيتيود والسولار ازموس اللي هي الالفا والجاما. ودول يا باشمهندس اصلا قوانينهم مش معتمده على كل الكلام ده. لو جيت شاب تبص الجاما القوانين بتاعتها اهي معتمده على مين؟ على الثيتا زد اللي هي الالفا يعني، والفاي والدلتا والفاي. ولا جبت سيره البيتا ولا جبت سيره الجاما. ونفس الكلام شاب مين فوق؟
الالفا اهي اللي هي دي معتمده على مين؟ على الفاي وعلى الدلتا وعلى الاوميجا وعلى الفاي وعلى الدلتا. يا شباب اصلا مش معتمدين على مين؟ مش معتمدين على ولا البيتا ولا الجاما. يبقى شباب السؤال الاولاني كده او المطلوب الاولاني اللي هو الالفا اس وكمان الجاما اس، الاثنين دول يا باشمهندس اصلا مش معتمدين على الثلاث حالات دول. ده عشان نحسبهم قوانينهم ما فيهمش شباب غير مين؟ غير الفاي والاوميجا والدلتا. دي يا باشمهندس عشان احسبها احسبها من اليوم سهله خلاص عملناها كذا مره، ودي عشان احسبها احسبها من التاريخ برضه سهله عملناها كذا مره، ودي اصلا كانت جبل. يبقى شباب بالثلاث معلومات دول هجيب قيمه واحده بس للالفا وقيمه واحده بس للجاما، الجاما اس طبعا. لو انت عايز تحلها بالارقام هتطلع معاك الالفا ثواني ب 55.7 والجاما اس هتطلع معاك بنيجاتيف 57. طبعا نيجاتيف 57 دي يعني لسه قبل النون. خلاص كده؟ بالنسبه شاب بقى للسيتا اللي هو المطلوب التالت ده يا باشمهندس اللي هيتغير قيمته بالثلاثه ايه؟ بالثلاثه دول. السيتا يا باشمهندس نفسها المعادله زي ما اتفقنا من شويه هي فانكشن في كام انجل؟ خمسه انجل. صح كده؟ هتلاقي شاب جواهم بقى مين؟ جواهم الاثنين انجل اللي هو عمال يغير فيهم. جواهم البيتا وجواهم مين كمان؟ وجواهم الجاما. وهو شاب اداك ثلاث قيم من البيتا والجاما. صح كده ولا لا؟ فكده يا شاب بمعنى صح ايه؟ هيطلع معايا ثلاث قيم للسيتا. ممكن تتشيك برضو عليك وتحلهم ايه؟ لوحدك، بس كفكره يعني مفيش فكره جديده. تمام يا شباب؟ شكرا.